حدث في مستشفى طفل المركزي في الإسكان بالعاصمة بغداد وضع مخجل طبعا معني برعاية الأطفال. ولنشاهد هذا المقطع الذي تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي عن حال مستشفى الطفل المركزي. عيني السلام عليكم، هاي مستشفى الطفل في الأسكان، هاي أحد المستشفيات اللي بالعراق، هي لازم تكون أحسن مستشفى. شوف هاي حال السراير، وشوف حال المرضى، علاج من برا، كل شيء من برا. احنا رحنا للمدير واشتكينا، ما سوى أي شيء. احنا صار لنا 10 أيام هنا داخلين. شوفوا هاي الدواشق، شوفوا باعوا حالها، باعوا الفساد الإداري بعد اللي وين يوصل. هاي البردات، هاي وهاي مال الذبان، ان 10 أيام. حاكينا المدير بنفسه وقلنا له هاي مال الذبان عاطله، قال هسه راح نجيب لكم، وكذب ما جاب. وهاي البردات وهاي السبالت لا تبريد ولا تدفئه، وشوفوا الوساخه وشوفوا القذاره. وهسه 5 دقائق وصور لكم الحمامات، وشوفوا البزازين منين الطب، لان كله بزازين وجام مكسر. نحكي ويا المدير وجبناه، خاف تقولون ما يدري المدير، لا يدري، وانا بنفسي جبته وحاكيته، ونفس الشيء كل شيء ما سوى لحد الان. شوفوا الشرابي، دواشق مكتومه، ما اعرف شنو، بس باعوا هاي عود مال اطفال. هاي المفروض يطب الطفل هنا يتعالج ويطلع، هو يطب هنا يسحب له 1000 مرض ويطلع. هاي حال الشرابي، وين العراق؟ وين الدنيا؟ وين الاسلام؟ بعد نحو أسبوع على تداول هذا المقطع الذي شاهدتموه على منصات التواصل الاجتماعي، سارعت إدارة المستشفى إلى تصوير مقطع مناقض لنفي ما جاء بالمقطع الأول. دعونا نشاهد. هذه السارة الموجودة في مستشفى الطفل المركزي. كمكم؟ نحن ننشر لكم الآن وضعية الرد وماذا ناقته القناة أمور ثانية. الطابق الأول مشتركة الأولى.